شوف رامي حبيبي، لما تشوفها للطبيبة الأسنان تفتح تمك كبير كبير مثل الأسد البطل. إيه؟ حاضر ماما. كيف أسنانه حبيبي رامي؟ والله يا أم رامي عنده سوستين جداد. سوستين؟ وكم سوسة عنده هيثم؟ مين هيثم؟ مين هيثم؟ شو بدك في هيثم؟ إيه هيثم ابن صفه، بتعرفي أمه محجبة. وشو بدك كم سوسة بتم هيثم؟ إيه يعني سوسة أحسن. بالسن الدائم ولا سن الحليب؟ بالسن الدائم. طب وهيثم؟ أحسن من سنان هيثم؟ افتح تمك ماما، افتح افتح. بعدين معاكي يا أم رامي، بعدين معاكي، بعدين معاكي، هيو فاتح الولد ومشتغل. حبيبي خلصنا، برافو عليك رامي. ايه بس المهم سنانه احسن من هيثم ولا لا؟ لا اله الا الله. قوم انزل حبيبي شوي. قولي يا ام رامي ولا منافسه، كل واحد اسنانه شكل. شو بدك في ام هيثم؟ ايه لا حول ولا قوه الا بالله. يلا رامي، يلا يلا حبيبي، يلا رامي. هذا الشارع كله 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 دكاتره، ايه منلاقي غيره. عن مين نروح؟ ما بدنا اللي بتروح عندها ام هيثم. ايه حبيبي ايه ماما.